تاني. السلام عليكم. من جوال من المانيا مدينه فرانكفورت، مدينه صغيره اخرى بالنسبه. الحمد لله هاد السنه يعني الصحه كانت مزيانه الحمد لله. حنا انطلقنا نهار يعني نهار الاحد في الصباح بكري من فرانكفورت واتجاه فرنسا، درنا بعض السياحه في العشيه، درنا السياحه في الوقت، الحمد كانت الامور مزيانه. بالنسبه يعني الطريق كانت يعني حاول يعني ومن بعد يعني نهار حنين الصباح كملنا برشلونة وصلنا في العشية، وكانت الحمد لله أمور مزيانة يعني ما كانش الحمد لله، لكن عندنا صعوبات بالنسبة للأمور الإدارية ما كانش يعني في ما تمنى ما كانش يعني كان كلش مزيان يعني الحمد لله كان السفر يعني جيد. وبالنسبة للميت الباخرة من بعد ثلاث في الصباح مشينا للباطو، قبل ما كنا مع 11 بقينا كنتهضرو، كان شويه ديال التاخير لان كانوا قالوا لنا ثلاثه ومن بعد ولات الخمسه نهار قبل، وذاك النهار كان طلع على فاس 7:15 كان شويه ديال راك عارف كيحس بالعياب شويه ديال الستريس الحمد لله يعني شو يعني شو يعني الحمد لله ظروف السفر الحمد لله كانت مزيانه يعني الان على بيت الباخره يعني الحمد لله ما كان حتى شي صعوبات يعني عادي الحمد لله ما كانش يعني صراحه الله شي حاجه اللي يعني استثناء ودازت. السلام عليكم، مرحبا بكم. بالنسبة للرحلة اللي فات الصيف الحمد لله داز بخير وعلى خير. حنا طلعنا من مدينة فرانكفورت لواحد فرانكفورت اتجاه المغرب، جينا من يعني قطعنا الباخرة من برشلونة لادور. في الطريق الحمد لله طلعنا نهار الحد كان 24 في الشهر، كانت الطريق الحمد لله مزيانة كلشي خاوي، مكانش طريق عامرة. وصلنا لفرنسا درنا في مونتريمار واحد الاستراحة في الاوتيل، كان الاستقبال في الاوتيل مزيان، ما كانش كيسولنا على البي سي ار وما كيسولناش على التلقيح، والحمد لله دازت الاجواء على ما يرام في فرنسا. من بعد جينا لبرشلون، عندنا واحد الليلة في الاوتيل تقريبا واحد 20 دقيقة على الباخرة، حتى هي كانت دازت الحمد لله كلشي مزيان. وملي وصلنا لبرشلونة كان استقبال يعني مزيان من ناحية الشرطة، من ناحية الاستقبال كان واحد. أنا مشيت مرات عديدة من برشلونة، كان الاستقبال كان كيكون عنصري شي شوية. أنا بالنسبة لي شخصيا كيجيني عنصري. هذا العام كان استقبال بحفاوة، وكان يعني كان البوليس كيعاوننا، وكانت الامور كلشي مزيان الحمد لله، داز كلشي مزيان. وعلى مثل الباخره لحد الان؟ وعلى مثل الباخره حتى هي يعني ما لقيناش صعوبات، دخلنا الطوموبيل قطعنا البيت كلشي كان مزيان لحد الان كلشي مزيان اللهم لك الشكر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا واحد من افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالمانيا. سي بغداد خرجنا نهار الجمعه نهار الحد، خرجنا من فرانكفورت باتجاه برشلونة. كانوا الاخوان تشكاو نهار الجمعه والسبت من يعني من امتداد الطرقات والعرقله في السير. احنا الحمد لله جينا نهار الحد، كانت الطريق خاويه، كان واحد السفر ممتع، ما كانتش شي مشاكل في الطريق. قصدنا برشلونة، وصلنا لبرشلونة نهار 2 في الصباح، حيت كنا حجزنا قبل ليله في الفندق. ارتاحينا ديك الليله ديال يوم الاثنين في برشلونة، شفنا برشلونة مع ضيق الوقت، يعني كان واحد ضيق ديال الوقت بالنسبه للنهار، ما قدرش الانسان يشوف كل شيء اللي في برشلونة. مدينه برشلونة يعني مدينه سياحيه بامتياز. انا كنت سافرت من برشلونة في اتجاه طنجة، اما هذه المره غادي نقصدوا لادور لاول مره. يعني بالنسبه للمرسى كان واحد التاخر ديال الباخره، وكان واحد الجو حار جدا، يعني ذاك التاخر بحال الى اثر شويه على الاطفال والمسنين. لهذا كنطلبوا ان شاء الله في المستقبل
باش يكون يعني واحد التنسيق ما بين الشركات والزبائن باش يتفاداو داك الانتظار، لان يعني الانسان باش ينتظر في المصرف 5 ولا 6 سوايع مع الشمس هاربة، كيما قلت كان شويه ديال يعني ديال العياء. اما بالنسبه للباخره فالسفر لحد الان ممتع، دخلنا للباخره ارتحينا، يعني السفر غادي في امان الله وحفظه. الاتجاه المغرب ديالك يا استاذ، الاتجاه المغرب فين غادي؟ اتجاه غادي للناظور لاول مره. لا يعني فين غادي بالضبط بالنسبه لك؟ بالنسبه للناظور غادي نشدوا الرحال ان شاء الله الى مدينه فاس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي دكتور مصطفى، شرف دويما دي فرانكفورت. واش توالا ما قدرتش الصداع شويه دانيتها، نتمنى ان شاء الله تنم بخير وعلى خير. نشكر الاخ بغداد هي في دقيقة يعني ما تيدي هاتي السوشة على حسب من جسة سليمان شل فاضي بنين اثنين لا بنين حديد الفرشي هات مديف نوحي مزد جيرت ميمي دوز جيرت تغشة نحموش وت حرارة كعاد فالفرس جيرت ومن بعد تبدا بريس جيرت تكمل شي مكوارة من الفجاع عندنا الفجاع الحمد لله نزوج غنحل شوية نعيح شوي ومن بعد تيش غنعيح نمر على غف نمر رحلة ومن بعد نكمل رحلة ان شاء الله نرمي على حرب برشلونة من نجم الخطيب نستعرف ليش عاود ثانية نرمي هنا ديك الشن نسيت غنغارب ونشن حيت عاشو نسيت نفصل نكمل برشلونة و جانب تسمى مجموعة الكوبري ف من غير خشنة نتا الحمد لله انا في المسافرين نعطس نخلي اخوان عاطز فرانكفورت نعطس نتا تسيفن عربي تبارك الله يعني عربي ولكيش وتنعرفها بكيات قدادي فغا ثلاثة وفي غمس عوارف نعرفها ساعتين لاربعين ديال ناروتا فاحنا جا قتول ليميتز العائله النص احنا جان هار حموها تنظل مساكين هي صداعها وينك هي وقع شوية تمنى وقع شوية تمنى بنا تمنى قلق نشوي فبعد الحمد لله نيا نيا غاربو وانو يباربون ولا متفر لك النص يروح يدوه شاية ايوا ميل نهارا ولا نكواد عاد بوليس مواطن الحمد لله يخدم في 6 صفحات ومن بعد نرجعو تاني على الجمارك على حسب الطوموبيل السيد في الكمبيوتر رد تلقي 5 صفحات الحمد لله مليح ايوا المنوي يا خويا بغداد الحمد لله رحلة ان شاء الله تكون يا رب العالمين اخي وفق الرئيس وفق جميع المسلمين اول مرة كنت برشلونة بس كنت مارين يعدون كيف برشلونة بعد ترانسبورت مارين يعدون كيف برشلونة بعد ولكن برشلونة من داي شوية حاليا داي شوية نزية شوية نزية متعقبة متعقبة المأكولة ديال المارة قانش ممنوع تكسن في يوزن سواء بلمس العائلة لترانسبورت سواء بلمس العائلة بلمس العائلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.